السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان الكرام، مشجام بخير هنيئة. نتمنى تيري مرة مليح إن شاء الله، خصوصا المتابعين الأماكن السياحية في المغرب. نتمنى تيري مرة مليح إن شاء الله. والأخت سعيدة جزاها الله خيرا خابدي وثيرة الشعر المفروشات البركة دي ولاد ميمون. نهارك غيش التخفيض إن شاء الله بمناسبة شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يجعلني يبلغنا إياه وأن يجعلنا فيه من الفائزين، اللهم آمين. كاش التخفيض غيش نكتان الصباح طويت من 5000 فرانك كاغا 60 دورو، وشراد مصبوبة إن شاء الله 4 نسوان تاوين خيط نتزايس ذلك التاني غالي حاليا وميجا تخفيض 60 دورو. ومرحبا زي الجميع ان شاء الله. مزوارو ذي سوانيتا ذي كتاني يصبح ذي ستامن يصبح ذي سكودور انقرونا ذي سقري فلوخو ونش نجي تحي سونتا ونيتا يو بايس سونتا ستف زيس هنين كولوري اثنى ستف ديس نحتى تروا بيس سامبل نس مهم هاكا يجي النموذج هاكا سوف تنسحي الزيس سوف تنسحي مش تفوق ليس عاود كرونا وني تيتاحي السونتا وني تيتاحي يو بايس ليس رو بيس نس عاود اقت ازكوا وش السونتا ستاف الزيس لورد هام قرانت سامبل نيغ ستاف الزيس لورد هام قرانت ذو ون تلميتا ليس عاود كولوري الصبح يتحاول تروبيس واني تايد سونتا ويوبيس ديس تروبيس ان سامبل مب يجنز وقت ما نعاود نقد يتحاول تروبيس يتاح ديس لور دهم قرنت واني تا انطلميتا سامبل نس نمش تخيض سونتا يشانتيون سعاود هم نتكيس قرونا خوز ديس نخطني نغز ديسا نغطي قلازينا زين ليس كولور عاودي الصبح ويسونتا ويتيو بايس بوداك السيف تروبيس نس يعني سامبل ليس كرونا عاود ليس الغوز الغوز نس دوانيتا إذا حس أكيس ليلة خوز ديس أقليل أكيس يتراحن خسا كده مصوت التوم قرانت وانيتا يتراح كيس أجكواغ هكا مش تخيص شنطيو وانيتا وعاود بوداك الثاني ذليلة ليس تس كولوريت بوداك الثاني ذليلة بوداك الثاني كولورا ونيتا بلو مارين بوداك الثاني جرونا مهم كتان أغلبية تح ثروبيس يتفصلون يصبح وصل أستمنى إنجا أخو من قم صالون باطل على حر باطل من زغين قم صالون ومرحبا زي الجميع إن شاء الله كولوري هذيس ليس واحد 2 3 ذي 7 تلميت النص ومتصل على الخوي إن شاء الله بالنسبة لسونتي يوم يومي يعني ليلة خوص ديس هكا تلميتا نستا نيتا ديس عاود كولورا ونيتا يتراحي سونتا ويتراحي بايس ولكن الثاني دم ذهبية خوص ديس هكا سونتا نستخيط على مش تفرق ديس كولور نغني ديس ونيتا ثاني تتحي سونتا ثاني تيو بايس وداك السيت عاود تروبيس نستي سامبل اي سونتا خد حتى يو بايس ريس عاود كولورا وانيتا اي تحضير وسط عاود اي تحكي ستروبيس نست سامبل هاكا سوت نص خير تحضير هنا مرة مشت ورا مامو نقص نجم تخفيض بمناسبة شهر رمضان المبارك ان شاء الله 60 دورو مرة من توارب وانيتا ومرحبا بالجميع وشي حاجة مزيانة شي حاجة كاليتي كاين الخير الخير موجود بالنسبة اللي صورنا غير لما درنا السولد 30 درهم بالطرف
ومرحبا بالجميع. سميتو المحل كاين في زنقة 12 شارع ولاد ميمون رقم 11 المحل. ومفروشة البركة راه معروفة عند عاصم، تنرحبوا بالجميع، والثمن يكون مناسب للجميع. أي واحد دخل المحل ديالنا يحسب المحل ديالو. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أماكن سياحية في المغرب. نتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان كريم، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. أخوتي اليوم جبت لكم فيديو أو صولد في طلامط. اللي بغى يدير طلامط راه غير 30 درهم بمناسبة رمضان. أيث ما يسمع ممشي الجام مليح لاباس، ممشي الجام كوس وجدن رمضان يخليك نوم مليح. اللهم بلغنا رمضان إن شاء الله نزوم على خير وبخير وشوية نرزق. ناري ويغاوم الدورين مطاربات إجان دقلت ميمون عاصم يقسم نهارا تخفيض زي مناسبة رمضان غير 60 دورو. أتجد طلامط خشين قامو صالون يا خص ثاني تظلو فرصة باش تبدرد. المهم قصة وراء أوضع بكت مغارين نحسن مغارين يتجاو متعجبة بدرنت الدورين متعرباط ثاني تظلو فرصة أخامين قامو صالون يا خص مرت جد دي تخفيضة وانتا يجا عاصم يجان دي السوق ولاد ميمون. مش توارم قيت شناو مد كورشيا والكتان توي 50 درهم رخو يوضاد غير 60 دورو. اتقذ متعربات شنو مد الاشكال ممش راح تسونتا الى اخره هي كلشي قد دايس دي فيديو. مفروشة البركة من دوم غيني من يجوسا بالضبط عقص ذي الشارع من يجو سعيد عشب خمينين تدارة كوبري دو الزنقة خمينين تدارة زي تاكسي نزي توبيس نهكا وشنا يفوس مرا واتسين مش سعيد عشب سقسام اي واحد ذي اني خمينات في ولاد ميمون اي واحد سقسام في نسعافك من يجو سعيد عشب هذا هم تيشن وشتو يا دي الشارع ني غادي نجي كاروثن زنوزان الخوضات الى اخره اتو يا شويه غزت اتفيد مفروشات البركه غا عاصم وجي ماني غسد الفم ايوا ثاني تاد الفرصه يلا قبل غا يكمل السولد بالدرم صالون. نتمنى خوتي يكون عجبكم الفيديو وبهذا التخفيض ان شاء الله تبدلوا صالونكم عند او قبل عيد الفطر باش يكون صالون بحلة جديدة ان شاء الله بالصحة والهنا مسبقا. يلا نخليكم وتبقوا على خير.